كما لاحظتم أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان حريصا على تغيير التسمية الرسمية للوزارة، بحيث أطلق عليها عنصر الجالية الوطنية في الخارج. هذا ليس تغيير شكلي، هذا توجه استراتيجي من طرف رئيس الجمهورية. فبطبيعة الحال الجالية الوطنية في الخارج جزء لا يتجزأ من الأمة الجزائرية، وأنا الذي انطلقت في مهمتي الدبلوماسية منذ 45 سنة خلت في القسم القنصلي، أقدر وأعرف مدى أهمية الجالية الجزائرية في المهجر، بضرورة تعزيز الرابط مع الوطن الأم وجعل الجالية جماعيا وفردا من المواطنين السفراء للجزائر، لسمعة الجزائر، لمصالح الجزائر.